شنو يعني اسمي ميمنة؟ ميمنة 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 يعني ككلمة ولا؟ شي حاجة دينية كاينة في صورة الواقعة. جاي من اليمين، جاي من اليوم، جاينا من أصحاب الميمنة. هذوك من اللي كيعطيو كتابهم باليمنية. اليسري ناس معقولين، الناس اللي باغيين يخدموا. والواقعة يعني هي صورة تدل على جنب الرزق والخير اللي تتمنى أنه يعمل الجميع. Même dans la vraie vie, c'est-à-dire ici à Meymana, on sent l'amour, on sent cette passion. Ma définition à moi, ce serait plutôt l'amour du travail bien fait. Je suis Meymana, je suis très heureuse de vous dire, Mme Barada. C'est d'abord une femme, Meymana, c'est une femme. واحد الرؤية اللي كانت تكون عندها بعد كبير. النهار الأول اللي جيت جابي عن بيبي على ما جيت أنا والوالدة ديالي كنت حاملة مني حبلت قال لي الراجل صافي قلتي من الخدمة. أول مرة جيت لقيت مدام برادة بواحد لو سوغير صافي دارت معايا الله غدا قالت لي في 8 تجي. جيت لعندها بلا خبر راجلي راجلي راه في المخيم. شي ناس جاو طلبوا لمدام برادة بغينا بنت اللي تسربي لنا. قلت لها كاينة أنا درناها بحال كنضحكوا حتى أننا كونت فرقة ديال البنات وكانوا معنا نيت خدامين وبدينا تنمشيو ولينا معروفين البنات هناك حتى جاو الدراري وخدموا معنا. أول نهار بدينا غير في الدار ديال نعيمة مع صحاباتها كنا تقريبا حنايا شي 15 ديال الناس خدمنا بحال شي أم وولادها. حنا كنا ديك الساعة كنطحنوا اللوز غير باليد كنطحن غير باليد كنخدموا بوريقات عاديين كتجي المعلمة ديالنا مثلا عندك بسطيلة عندك طاجين دجاج كيقفوا عندها لي كومون بزاف كنهزوا اللوز كنمشيو نطحنوه في المدينة. ذكرى فيها الضحك كنخدموا كنضحكوا كنخدموا كنطبلوا تنساليو بالغدا شي تيشطح شي تيغني شي هذا حتى تدوز ديك الساعة ديال الغدا. كان زغرتو وكنقولوا صلاة وسلام دابا راه كتسلطنا والناس اللي كيجيو الكليان اللي كيجي كيسمعنا كان زغرتو ما كتسخاش تخرجي. كنا حنا البيرسونال بيناتنا كنا عايشين عائلات زعما ما كناش خدامين ما حاسبينش بيرسونال خدامين. هي كانت معلمة وطلقتها وتبعتها الحرفة ما كاين لا غواث ما كاين لا صداع ما كاين حتى حاجة الماكلة في الوقت الشراب في الوقت الحمد لله. كنا كنخدموا بافكار جابتهم المعلمه وافكار ديالنا حتى حنا نجحنا بها والحمد لله حنا نجحنا في الرباط بالنسبه للرباط حنا ناجحين فيه. السر ديال هذا هو علاقه مدام براده بالعمال ما كتحسوش انها هي لا باترون وحنا غير عمال يعني ما عندها سوق يجي يخدم ويمشي بحاله بالعكس اول الصباح كتلقاك داير هكا مقلق كتسولك علاش مقلق قلبك تيكون مفتوح كتعاود ليها كل شيء بحيث انها هي كتخليك تضحك. هي مسيره عمل مسيرة حب مع الأم ديالنا والحمد لله حنا دابا تواصلنا معها في كل شيء وصلنا لذاك الشيء الغاية اللي بغينا. طريقة عائلية إنسانية أكثر منها كانت مهنية في البداية. كمعاونة في رمضان، كمعاونة في عيد الكبير، كدفع فين غتسكن، دفع واش تاخذ سيارة، أزمة مادية عندك واحد لوبيراسيون كتساعدك هذه المؤسسة. 1996 كانت السنة اللي بداو فيها الديور الاقتصادية، المساكن الاقتصادية اللي بانت في سلة جديدة على بالضبط، وكانت مدام برادة بالرغم أنه بداية. كانت البداية وهذا بالعكس إلى أنسيستي على أنه الناس ديالها اللي خدامين معاها كلهم يكونوا عندهم سكن ديالهم، بالأبعاد مشات من هذا أكثر، كنا شي 80 واحد على الأقل ديك الساعة. طلبات من السلطات ان تاخذوا لنا الثمن ويعطيونا الموقع والمشمش مزيانو هذه شهاده للتاريخ انا حضرت في هذا مو حتى تحولنا لهنايا امور تطورات شي شويه على شحال هذه على واحد الفتره وصلنا ان ميمنه كان خصها والا بدا تطور المنتوج ديالها اكثر والمكان يعني ما بقاش كيساع البيرسونيل ميمنه ديال هذه 20 عام ولا 30 عام كانت بدات بتدخل ب 10 بيرسون 20 بيرسون بعد غادا كتزاد في ليفيكتيف ديالها اجوردي حنا 200 واحد اكثر من 200 واحد. هو التغيير جا في صالح الشركه وجا في صالح الناس اللي في الشركه. بزاف ديال التضحيات حنا عطيناهم ولكن حتى من الناحيه الاداريه وناحيه التسيير حتى هي بدات كتطلع درجه بدرجه. والتطور على مستوى الشكل والمضمون بمعنى كنهضروا على اننا ثقفنا توعينا تعرفنا المهنه شربنا الحرفه
كما يقال، ولكن في الحمد لله كاين تطور مادي اللي رافق هذا الشيء هذا، والانسان كيحس براسو بانه راه راكوفير اون سيكوريتي، راه بوريقاتو، راه بالامور ديالو، راه ما خاصو حتى شي حاجه. الانسان ما كيخرج من دارو يوميا والصباح ويتعب وهذا الا لكاين مقابل مادي، هذا الحمد لله كان دائما في المستوى في ميمنه. في هذا الوقت هذا هو اللي فاش التحقت بنا مجدونين، جابت معها واحد يعني جديد فيما يخص الاداره والتسيير، واحد الطريقه اللي هي جديده. بالنسبه لهنا الطريقه سهلت علينا، كنا تقريبا كدير الخضره كتنقيها لراسك، الا خاصك الماعن كتغسلهم لراسك، الا خاصك شحال من حاجه هنايا اللي سهلت علينا الطريقه. كاين صحاب الخضره بوحدهم اللي غسل لك الماعن بوحدهم، اللي وجد لك بوحده، انت يلاه كتنصب داك الشيء خدمتك كتبقى فيها بلاصتك كتبقى فيها. كان حتى البيرسونيل خاصو يعني الكفاءه ديالو المهنيه خاصها يعني تحسن. هاد لا فورماسيون تطورت على جميع الميادين، سواء من ناحيه الانتاج، سواء من ناحيه العمل ديال النظافه، سواء من ناحيه على جميع الميادين. ايزو كانت احسن حاجه. لي كليون يعني ولاو دايرين واضعين فيها الثقه اكثر من الاول، والمنتوج ديالها ولات عندهم منتوج ذا مصداقيه. اللي كيخدم كينتج بجو مزيان، والمنتوج اكيد كيكون على مستوى رفيع، لان كاين المؤسسه دارت مجهودها، الخدام دار مجهود ديالو، اكيد ان الزبون غيكون راضي. اللي كنهضروا على الجوده هي جوده ديال المنتوجات اللي كنبيعوا، ولكن كذلك الجوده ديال طريقه العمل ديالنا. كوك اون اي اوجوردي ا مومون فار دو ديفلوبمون دو ميمانا، يا ان مارشي كي بوج، سي سكون ابل اوسي لا مودرنيزاسيون دو مارشي، دونك il faut que nous aussi on soit à la hauteur. Tout le monde a bien conscience qu'on a la possibilité de se développer sur le plan créatif, sur le plan financier, sur le plan de la qualité, sur le plan de la conquête des marchés, sur le plan de l'amélioration de nos conditions de production. Donc on a tous un rôle à jouer pour qu'on soit à la hauteur du développement qui nous attend. ياخذوا منا المنهجيه وياخذوا منا حب العمل، لان ملي كتكون كتحب واحد العمل كتحاول ما امكن تقلو انت راسك، يعني حيت ما يمكنلكش قلبك كياكلك على ديك الحاجه، ما يمكنلكش تضيعها مثلا، ما يمكنلكش تخدم وترمي، ما يمكنلكش تخدم ما عندك غاره تخرج وتخلي، ما يمكنش. مثلا الا كترتاح في الكاطو خصك تخدم في الكاطو، الا كترتاح في الكوزينه خصك تخدم في الكوزينه، كل واحد خاص واحد الحاجه اللي يرتاح فيها. تكون معقول باش تقدر تعطي نيت اكثر وتكسب حتى لو جروب اللي معاك. انسان خاصو سواء في ميمانه او خارج ميمانه توضعوا فيك الناس الثقه، خاص تكون مزيان. القيم اللي عطاتني انا بعدا ميمانه اللي بالنسبه لي انا شخصيا ليسبري دابارتونونس، انا من هذا القنت هذا. اون سون ان اتاشمون اون فيت، سي ميمانه سي كوم اون راسين، اون بو با فيفر سون سيت باسيون كي نوز انيم تو لي جور، كي نو موتيف دون نو بروجي اوسي بيان بروفيسيونيل كو بيرسونيل. كتفتخر انك كتقول راني خدامه في ميمانه، ماشي خدامه في فين ما كان، كنقولها بالفومي المليان. La force de Maïmana réside dans son capital humain, parce qu'aujourd'hui les attentes de Maïmana c'est d'innover, donc on ne peut pas attendre d'une machine une innovation. Pour moi je pense que le capital humain c'est la clé de la réussite, et c'est je crois aussi chez Maïmana ce qui fait aussi la volonté de la direction de vouloir avancer. C'est-à-dire qu'on veut, on veut faire progresser cette entreprise aussi pour faire progresser l'humain, ça va dans les deux sens. On attend le bien de l'entreprise, notre bien-être et le bien-être de nos familles aussi, parce qu'on est tous là pour la même chose, je crois. À nous de bien se comprendre et de faire en sorte qu'on capitalise sur les anciens, qu'on voit de l'innovation dans les nouveaux, et que tout ça, ça puisse créer une colle nécessaire pour le développement de demain. بمعنى الانسان خصو يكون كيتصنت، يعرف راسو شنو باغي، يعرف الاهداف ديال الشركه ديالو ويجر معها الاهداف ديالو حتى هو. Classique, Khalil. Noisilla. Il y a de la Wiz. Classique.
كاتماركا تنبغي البلدي بزاف ها البلدي تنبغي البلدي بزاف ماذا عن فرنسا الحويجه مالحين كلك عاد سي الميه كلشي تيعجبني كل صراحه كلاسيك بحاليني